ان ديت رساله من نقابه الصحفيين. نقابه الصحفيين ده تقليد قديم داخل النقابه، احنا بنحاول احيائه. احنا الجائزه التقديريه ده تعبير من النقابه ومن الصحفيين المصريين عن امتنانهم لشيوخ مهنتنا والاساتذتنا الكبار اللي صنعوا تاريخ النقابه دي والمهنه دي، واللي خاضوا حياتهم دفاعا عن المهنه وعن النقابه. النهارده واحنا بنكرم شباب الصحفيين بقى الحاصلين على جوائز التفوق الصحفي، كان لابد ان نرسل رساله، هذه الرساله لكبارنا، انكم انتم الاصل، انتم من صنعتم مجد هذه المهنه، وانتم من علمتم الفائدين اليوم، ومن يعني ساهمتم في هذا في هذه المسيرة بشكل كبير. يجب أن نهتم بالمواهب الرياضية الموجودة في كل شبر في مصر، كما نهتم بالأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري وخلافه. فالاهتمام بالرياضة وتدعمها على المستوى القاعدي ده أهم المقترحات اللي شايف إن إحنا لازم إن إحنا نكون مهتمين بيها لتوسيع قاعدة المشاركة بشكل كبير، وتدعيم كل المواهب المكتشفة بشكل كبير، فبالتالي يبقى عندنا إثراء للحالة الرياضية بشكل عام، ونقدر بعد كده يبقى بدل ما عندنا لاعب كبير محترف زي محمد صلاح يبقى عندنا عشرات من محمد صلاح بشكل ينعكس بالإجابة على حال الرياضة الكرة المصرية ككل. بشكر ربنا طبعا على هذا التكريم الكبير اللي هو يعتبر للمرة الثالثة على التوالي تكريم جائزة النقابة بالمسمى الحديث الخاص بي اللي هو جائزة الصحافة المصرية الأولى بفضل في المجال الرياضي. طبعا عن ملف كبير جدا خد يعني أكثر من رد فعل على مستوى ردود الأفعال على مستوى الشارع المصري، على مستوى الشارع الرياضي بصفه خاصه. حفل سنوي بنحرص عليه في نقابه الصحفيين ان احنا بنشوف مين الاعمال المميزه في كل المجالات سواء رياضيه او فنيه او اقتصاديه او تحقيقات او كل اشكال انواع الصحافه، عشان خاطر نقدر بنحرص على ان كل الاعمال تبقى بتنفذ بشكل قوي، وان الصحفيين يبقوا عندهم دايما الحافز لتقديم الافضل، وناكد على قوه الصحافه وتاثيرها حتى الان.